قضاء الدعوة المهدية خارج السودان. لا شك أن انتصارات الثورة المهدية على الحكم التركي المصري وما أفرزته من مقاومة القوى الاستعمارية قد أحدث دويا عظيما في كثير من الأقطار الإسلامية، ولعل خير ما يعكس هذا الصدى ما جاء على لسان الخليفة عبد الله في رسالة لحياة ابن سعيد حفيد عثمان بن فودي في نيجيريا بتاريخ 14/0/1303 هجرية 12 فبراير 1886 ميلادية. وقد حضر بطرفنا بعد انتقال المهدي أمة من الناس من الجهات النائية، البعض من الهند وبخاري ومكة المكرمة ومن بني تميم ومن الحبشة وتونس، ويضيف في رسالة أخرى ومن اسطنبول والجبرتة، وكلهم قد أخذوا البيعة عنا واندرجوا في سلك الأصحاب وصاروا من أنصار الدين، والبعض قد كملت تربيته وتنور قلبه وحررنا المكاتبات إليه وإلى أهالي جبهته لدعوته إلى الله، ووجهنا إليهم رسلا من طرفنا. بدأ تطلع المهدي للخروج بالدعوة من إطارها المحلي إلى رحاب العالم بعد فتح الأبيض مباشرة، فقد جاء في منشور بتاريخ 10 ربيع الأول سنة 1300 هجرية الموافق 19 يناير 1383 ميلادية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر المهدي بأنه سيصلي في مسجد بربر ثم المسجد الحرام بمكة وفي مساجد المدينة المنورة ومصر وبيت المقدس وبغداد والكوفة. وفي هذه البشرى حث المهدي على ضرورة نشر دعوته على نطاق عالمي. من الأبيض بدأ المهدي بمحاولة استقطاب بعض الزعماء للانخراط في الدعوة مثل سلطان والداي ومحمد المهدي السنوسي وحياة ابن سعيد. وواصل الخليفة عبد الله اهتمام المهدي بأواسط بلاد السودان، فخاطب سلاطين تلك المنطقة وعين بعض من استجابوا عمالا له، كما استعمل الأنصار من أبناء البلاد الأخرى في نشر الدعوة. وقد وجدت الدعوة استجابة كبيرة في شمال نيجيريا، ولم تقف اتصالات المهدي على أواسط بلاد السودان وليبيا، بل شملت بلاد المغرب الأقصى، وجاءت المبادرة من بعض المغاربة القاطنين في مصر ممن سمعوا بدعوة المهدي وآمنوا بها. ثم أرسل المهدي إلى والي فارس وخاطب أهل مراكش للانخراط في دعوته وحثهم على الجهاد في سبيل الله. أما السنوسي فلم يقر لمحمد أحمد بالمهدية، بل تجاهل الرد عليه وعد ادعاءه المهدية تخريفا. وأما حياة ابن سعيد حفيد الشيخ عثمان ديفنديو فأجاب بالرسالة التالية إلى سيدنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا خليفة رب العالمين ونجل سيد الأولين والآخرين ورحمة الله المهداه للمؤمنين والحجة الواضحة على المنكرين وسيفه المسلول على الكافرين، ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم أنوف الظالمين الذي ننتظره كانتظار شوال من الصائمين، سيدنا محمد المهدي المنتظر ابن السيد عبد الله الحسني، وابن سادتنا الى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وعليهم ابرك تحيه واطيب سلام بغايه رضا واعلى اكرام. وبعد، فقد وصلنا كتابك الكريم وتلقيناه بأسرع ترحيب وأيقن تسليم، وقد روينا به بعض الظمأ وحيينا به بعد موت واهتدينا به بعد ضلالة، وقمنا على بصيرة قائلين بلسان الحال والمقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جئت يا سيدي بالحق وزهقت الباطل، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقد أتيتنا بما سيجعل الله به كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فآمنا بك مخلصين ومنقادين لك ظاهرا وباطنا، وبايعناك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين بل موقنين أن يدك الكريمة نائبة عن يدي الحق التي
فوق أيدينا إن شاء الله تعالى، وتركنا كل ما نحن فيه توفية لما عاهدتنا، راغبين القرب منك في الدنيا والآخرة ولو كنا ظالمين. وإن متنا على بيعتك فلله الحمد والشكر على هذه النعمة التي لا نعمة فوقها، وقد رأينا الكرامات وصدقنا ووقفنا على الآيات واعتبرنا وأطعنا الأمر، وها نحن يا سيدي مهاجرون إلى الله ورسوله وإليك، وأرجو أن نكون أنصار الله ورسوله وأنصارك إلى أن يقول: وما خرجت من بيتي وأهلي يا سيدي وخليفة ربي إلا لكثرة ذنوبي وسوء أخلاقي، راجيا لرحمة ربي، قاصدا بيته وقبر نبيه، لعله برحمته الواسعة أن يغيثني بلقائك، وما أقمت في ذي البلاد إلا لانتظارك، وقد بايعتك أنا ووالدي وجميع من تعلق بي قبل ظهورك الحسني، وشأننا مع شأنك معلوم عندنا، سيما قد أوصانا جدنا الشيخ عثمان بن فودي رضي الله عنه بالهجرة إليك ونصرتك ومعيتك إذا ظهرت، ونحن معك قلبا وقالبا في نصر دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، إلا من سبق عليه القول والعياذ بالله. انتهت الرسالة، ثم بعد ذلك أقام المهدي في أم غرمان يجمع الجموع ويجند الجنود لأجل التغلب على الديار المصرية، وأرسل مكاتيب من طرفه للخديوي والسلطان عبد الحميد وملكة إنجلترا يشعرهم بدولته ومقر سلطنته وضرب النقود، وأصدر بعض المنشورات يبين فيها كيفية أداء الوضوء والصلاة والمناجاة، وتناول فيها بعض القضايا الاجتماعية كالمساواة بين الغني والفقير، فألزم أنصاره لبس الجبة المرقعة، ومنع النساء من لبس الحلي، وأمر البدو بحلق شعر الرأس، ودعا إلى تخفيض نفقات الزواج وإبطال الغناء والرقص ومنع البكاء وراء الميت، وأبطل السحر وكتابة الأحجبة، وحرم زيارة أضرحة الأولياء وشرب الخمر وتعاطي التبغ، ونهي عن خروج النساء إلا لحاجة، وحثهن على طاعة أزواجهن وستر أنفسهن، وقضى بعقوبة من تقف حاسرة الرأس تعزيرا. وفي عهد الخليفة عبد الله طبق نظام قضاء المظالم، وعرف نظام الحزب الذي يعتمد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحث الناس على أداء الشعائر، وشدد على صلاة الجماعة لبث روح الوحدة والإخاء بين أتباعه، وأقام المهدي حكومة أحيا فيها أجهزة خلافة الراشدين من بيت مال ودار للقضاء، وقام بجمع الزكاة وجبر العشور وتوزيع الفيء والغنيمة على أساس شرعي، ثم إنه قسم وحدات الجيش أو راياته على نمط إسلامي، وأصبح هو على رأس الدولة باعتباره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه خلفاؤه الأربعة وعماله وأمراء الجيش، وغيرهم من العمال الذين رتبت وظائفهم على نهج إسلامي. لم يعمر المهدي طويلا بعد فتح الخرطوم، فقد دخل في خلوة وداهمه المرض، وقضى نحبه في أم درمان في التاسع من رمضان 1302 هجرية الموافق 22 يونيو 1885 ميلادية، وعمره 41 سنة، ودفن في المكان الذي قبض فيه، وكان قد أوصى بالخلافة من بعده لعبد الله التعايشي.